كنت اعتدنا البلاد وشدينا تطوعناها ونقيناها، وواحد الوقت ولات الوالده مسكينه كانت تسكر تصور داكشي ما خلينا نسول على ديك الارض من اللي بيقسموه، ما احنا مجنين كاع الخبرين تتقسمت. ظلم واقف، اذا واحد واريت، اذا واحد كيشد لك ما تشد 30 خدام وحنا ما عندناش مثلا جوج خدامه فيها. ما شديت والو في بلادها، راه هي شدوها قسموها من بيناتهم هما، ودروك كنطلبوا من المخزن يعطينا الفراقه ليها كامله تعبر البلاد وكلها يشد النصيب ديالو بالقانون ديالو. اللي وقف كيقول له كيخيطوا معاه، هذه هي الخياطه اللي دايرين، وانايا بقينا حنا بلا بلاد. الجهد الا جهد الله. من مشينا نسيبو ما كاين والو، وسكتو ما قلتو ولا دخلنا المخزن، دخلنا المخزن ماشي ما دخلناش، ضربنا وما دينا منهمش. قال لك انا ورا الاستغلال كيديو دابا هما اللي كانوا كتصريف. ايوا مشات لينا بالتصريف وجلست. دابا الاسم ديالنا ديال الارض بما في الشانتي بما كاينه ملك الخلقي، وني ارضها ما كاينش، ها هي وارثه وني بلادها فيني قسموهم بيناتهم. قدروا عبد النبي دوار الرمال حنايا كنت كنتسنى راجل عم راجل مالك انا، كنطلبوا من المخزن يعطينا الفراقه تفرق لينا هذه البلاد كامله، حنا راه حنا ما عندنا والو. راه كنت دعيت معهم انايا في المحكمه وداروا عليا ثلاثه المحاميين، انا اللي داروا عليا ثلاثه المحاميين. ملي هذا تخاصمت مع الرئيس كنقول له قول لي غا هاد المراه اش كتجي لهاد الاولاد، واش عمتهم ولا ماهيش عمتهم؟ قال لي ما كتعرفش تهضر، وهو يلغي لي الملف، وتوفات لي المراه وبقينا بلا حنا بلا بلاد ما عندنا والو. علاش ما ورديتيش مرتك؟ وفي منين نمشي ليها؟ ما شديت والو في بلادها، راه هي شدوها قسموها من بيناتهم هما، ودروك كنطلبوا من المخزن يعطينا الفراقه ليها كامله تعبر البلاد وكلها يشد النصيب ديالو بالقانون ديالو. ها ولدي تا هو يوقفها من التحفيظ. وقفها من التحفيظ، التحفيظ ما تبقى محفظه، وغالي جا يدي فيها هو طرف، جا ولد خلي داك سميتو ولد عدى فيها طرف، كلها يدي فيها طرف، حنا مثلي عرفنا ما كاينش شي بلاد. اللي كيجي يوقف لي يعطوه. غالي يوقف كيقول له كيخيطوا معاه، هذه هي الخياطه اللي دايرين، وانايا بقينا حنا بلا بلاد. الجهد الا جهد الله، كيقول لك الغيت لك الملف، ما كتعرفش تهضر. ملي كنطلب في الفراقه شكون هم هادو وشكون حنايا؟ قال لك لغيت لك الملف سير دير دعوه اخرى. وماتت المراه وبقينا حنا هكاك. لا واش المراه كانت عندها الورتنيت ولا لا؟ انا راه بنت اميه هي. انا عندها دابا كاين في الشانتي، كاين في الشانتي. هما ولاد اميه. راه اسم ديالها كاين. مالكه بنت محمد، محمد من محمد، يبات هادو. هما مالكه ما شدتش ومحمد شد، قسموتها هما من بيناتهم هذيك القسمات داوها غوزعوها من بيناتهم. السلام عليكم، هذا عبد الرحيم قدورو دوار رمل. دوار رمل، دوار رمل. دابا كان انت وارث؟ اي انا وارث، انا ولد مالكه. ولد مالكه الخنقي. دابا البلاد عندنا كان اصلا عاطينا واحد القسيمه. والعمام ما كنمشوش ليها وما قبلناش هذاك الشيء اللي عطونا. واحد الوقت هما يزو ديك الارض، ملي مشى زرعوا ديك الارض قسموهم بيناتهم، مشى الواليد وداكشي ضرب لهم شكايه، ضرب لهم شكايه وداكشي ما عطاوناش. لحد اليوم حنا كنطالبوا عائله ولد مالكه، مالكه بنت الخنقي، كاين الارض ديالها ولكن الاسم ديالها في الشانتي، باقي الاسم ديالها كلشي الورث كاين. الا كان الارض ديالها تما تقريبا خلى هذاك جدي الله يرحمه تقريبا واحد 400 خدام، ودابا هاد 400 خدام تشد فيه غير النصيب ديالها. حنا اللي شاري جبد المشري ديالو، واللي بيع اللي جبد باش نبيعهن. حنا كنطالبوا غير خبره، كل واحد يشد النصيب ديالو. درنا شكايه، درنا الوالد درنا شكايه، انا واحد خويا عبد الكريم، ودرنا شكايه الوالد، والو والو ما دينا منهم لا صح ولا باطل. وشنو زعما شنو كيخلي هاد الناس؟ ايوا عندهم الوسيط، الله اعلم الله اعلم. حنا تغلبنا وزنو خلينا، والارض راه باقيه. سمحتوا حقكم؟ خلينا راه باقي تما، راه هذا الاسم دابا راه كاين، وكنقول لهم راه باقي في المحكمه، حنا ما سامحناش ما سامحناش فيه. وهما دابا وزعوا ديك البلاد بيناتهم، خلونا دابا حنايا، وكلهم دابا راه كاينين عماتي كلهم ما شادينش.
كل ما شادينش. كيفاش هاد الناس هادو اللي كلهم واه من اللي حتى الله هو هذا راه كيعطيو دابا الله الله اعلم دابا اللي دابا هي تقريبا 400 خدام كلهم دابا دوك الوقت حنا بنعرفوا حقنا نقولوا غير بنعرفوا حقنا عند من كاين او واش كنسالوا كاع ولا ما كنسالوش الى ما الى مثلا الى الى ها بنشوفوا دابا كاينه فاطمه وكاينه مالكه وكاينه عائشه وكان خالي سعيد وكان خالي وخالتي جميعه وكاين الوالده حنا مالكه بينا نعرفوا كان خالي سعيد وكان خالي امي داك محمد الله بينا غير في هذه البلاد هذو ورتي يتجمعوا كلهم ويقلع الغبن الستر ديال الاخر وكل شيء راه بخير في الشانتي دابا كل الاسمات ديالهم في الشانتي كاينه مالكه كاينه جميعه كاينه خالتي عائشه خالي الخروب الله يرحمه وخلص كلهم وعلاش فاطمه وعلاش اذا هما يشدوا البلاد وحنا ما نشدوش علاش ايوا راه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله طلب الله الله يهديهم الله يهديهم الظلم واقف اذا ملي كتمشي تما كتبدل الواقف الظلم واقف تما دين ملي كتمشي لهذيك الارض ماشي بنقول لك غير كاين الظلم الظلم واقف اذا واحد واريت اذا واحد كيشد لك مثلا 30 خدام وحنا ما عندناش مثلا جوج خدامه فيها ولد مالكم ما عندناش جوج خدامه جوج خدامه ما عندناش فيها كانت عطاتنا البلاد وشدينا تطوعناها ونقيناها وواحد الوقت ولات الوالده مسكينه كتسكر في الصور داكشي ما خلينا نسول على ديك الارض ملي بيقسموا ما حنا مشينا كاع الخبرين تتقسمت ملي مشينا نسيبوا ما كاين والو وسكتوا ما قلتوا ولا دخلنا المخزن دخلنا المخزن ماشي ما دخلناش ضربنا وما دينا منهمش قال لك راه الاستغلال كيديو دابا هما اللي كانوا كتصريف ايوا مشات لينا بالتصريف وجلس دابا الاسم ديالنا ديال الارض بما في الشانتي بما كاينه ملك الخنقي وني ارضها ما كايناش ها هي وارثه وني بلادها فيني قسموها بيناتهم ونطلب الله من السلطان يوقفوا معنا باش يعطيو لك واحد الارض ديالو اللي شاري يجبد المشري ديالو حنا ما تمنعش شي واحد اللي شاري من عند شي واحد ولا ما عاد ماشي واحد يجبد باش وحنا ما حنا ما عندنا حتى شي واحد ليس شي واحد حاجه يشدها يلا يسخر سيدي الله يقدر لا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية.